جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض الشباب يتأثر بما يقرأ من أن الزواج من الأقارب له مساوئ، ويعددون كثيرا من الأشياء من بينها انتقال الأمراض وما أشبه ذلك، أو توارث الأمراض بعبارة أصح. فما هو توجيه الشيخ صالح؟ لا حقيقة لهذا الأمر إطلاقا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتزاوج الأقارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون يتزاوج الأقارب منهم، تتزاوج الأسرة بعضها من بعض. وهذه الدعاية التي ظهرت على ألسنة بعض الناس أو بعض الأطباء لا أصل لها ولا حقيقة لها، فلا ينبغي الالتفات إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.